أهلا بكم في شرح مادة تطبيقات تكنولوجية الميكانيكا للصف الثالث الثانوي الصناعي لجميع التخصصات ما عدا تخصص حاسبات وإلكترونيات. هشرح في الفيديو ده الدرس الثامن والأخير، الاتزان الديناميكي. رقم 1، تعريف الاتزان. الاتزان هو عدم حدوث اهتزازات في فرش الآلة أو أساسها. الآلة بتكون متزنة ميكانيكيا عندما تكون في حالتين. أول حالة لما تكون محصلة القوى الناشئة من دوران الآلة بيساوي صفر. تاني حاجة محصلة عزم الازدواج حول أي نقطة بيساوي صفر. تاني حاجة تعريف القوى الطاردة المركزية، هي القوة التي تنشأ في مركز دوران أي كتلة بحيث تحاول طرد الكتلة في اتجاه محيط الطارد. تلاتة، ازاي بقى نحسب القوى الطاردة المركزية؟ عندنا 4 قوانين هنستخدمهم في القوى الطاردة المركزية. أول قانون، القاف بتساوي واو على دال في عين تربيع على نق. القانون الثاني، عين بتساوي 2 ط نق نون على 60. القانون الثالث، واو 1 في نق 1 بتساوي واو 2 في نق 2. القانون الرابع، واو اللي هو الوزن بيساوي الحجم في الكثافة على 1000 ووحدتها كيلو جرام، حيث أن القاف هي القوة الدفعة المركزية وحدتها ثقل كيلو جرام، الواو هي الوزن وحدتها كيلو جرام، الدال هي عجلة الجاذبية الأرضية بتساوي 9.8 متر لكل ثانية تربيع، العين السرعة المحيطية وحدتها متر على الثانية، النق نص قطر الدوران وحدتها المتر، ط اللي هي 22/7، نون سرعة الدوران أو عدد اللفات وحدتها لفة لكل دقيقة. رقم 4، اتزان كتلة مفردة. لو عندنا كتلتين على جانب واحد من الكتلة الأصلية وعلى مسافتين مختلفتين هنستخدم القانونين دول، واو 2 في نق 2 في لام 2 تساوي الواو في نق في لام. القانون الثاني، واو 1 في نق 1 بتساوي واو في نق ناقص واو 2 في نق 2، حيث أن الواو هو الوزن الأصلي، نق مسافة الوزن الأصلي، واو 1 الوزن الأول، نق 1 مسافة الوزن الأول، واو 2 الوزن الثاني، نق 2 مسافة الوزن الثاني، ولام هي المسافة. نبتدي نحل أمثلة على الدرس. مثال رقم 1، قطعة معدنية وزنها 25 كيلو جرام، يبقى الواو 1 بتساوي 25 كيلو جرام مثبتة على صينية مخرطة بحيث يكون ثقلها على بعد 60 سنتيمتر من مركز الدوران، يبقى النق 1 بتساوي 60 سنتيمتر، فما هو الثقل اللازم وضعه بحيث يكون على محور 1؟ عايز الواو 2 وعلى بعد 40 سنتيمتر لكي ينشأ عنه الاتزان، والنق 2 بتساوي 40 سنتيمتر. نكتب القانون، الواو 1 في نق 1 بتساوي واو 2 في نق 2. من القانون ده أطلع الواو 2، أودي النق 2 مقسومة، يبقى الواو 2 هتساوي واو 1 في نق 1 على نق 2. هعمل تعويض مباشر لأن عندنا الواو 1 والنق 1 والنق 2، يبقى هتساوي الواو 1 ب 25 في النق 1 ب 60 على النق 2 ب 40. نعملها بالآلة فهتساوي 37.5 كيلو جرام، يبقى الثقل واو 2 بتساوي 37.5 كيلو جرام. مثال رقم 2، جسم وزنه 196 جرام، يبقى الواو هتساوي 196 جرام بنقسمها على 1000 عشان نحولها للكيلو جرام، فهتساوي 196 من 1000 كيلو جرام، مثبت على ذراع طارة وكان مركز ثقله يبعد عن مركز الدوران مسافة 36 سنتيمتر، يبقى النق بتساوي 36 سنتيمتر هنقسمها على 100 عشان نحولها لمتر، فهتساوي 36 من 100 متر. اوجد مقدار القوة الطاردة المركزية التي تعمل على فصل الجسم من الذراع، يبقى عايز القاف، علما بأن سرعة الطارة 6125 لفة لكل دقيقة، يبقى النون هتساوي 6125 لفة لكل دقيقة. احنا عايزين القاف، نكتب قانونه، القاف هتساوي واو على الدال في عين تربيع على نق. هنسمي المعادلة دي رقم 1،
عشان العين مش عندنا، العين بتساوي 2 ط نق نون على 60، عندنا النق وعندنا النون بتساوي 2 في ط ب 22 على 7 في نق ب 36 من 100 في النون 6125 على 60. هنعملها بالآلة هتطلع 231 متر على الثانية. نرجع للمعادلة رقم 1، القاف هتساوي الواو ب 196 من 1000 على الدال ب 9.8 من 10 رقم ثابت في العين تربيع ب 231 تربيع على النق ب 36 من 100. هنعملها بالآلة فهتساوي 2964.5 سكل كيلو جرام. يبقى مقدار القوة الطاردة المركزية قاف هتساوي 2964.5 سكل كيلو جرام. مثال رقم 3، قطعة من الحديد الزهر أبعادها 21.15 سنتيمتر، يبقى الحجم هيساوي 21.15 سنتيمتر، مثبتة على ذراع طارة بحيث يبعد مركز ثقلها عن المحور بمقدار 72 سنتيمتر، يبقى النق بتساوي 72 سنتيمتر، هنقسمها على 100 علشان نحولها للمتر، فهتساوي 72 من 100 متر. فإذا كانت القوة الطاردة المركزية التي تميل إلى كسر الذراع هي 762.3 سكل كيلو جرام، يبقى القاف هتساوي 762.3 سكل كيلو جرام. فيحسب سرعة الطارة في الدقيقة، يبقى عايز النون، علما بأن كثافة الزهر 7.2 جرام لكل سنتيمتر مربع، يبقى الكثافة بتساوي 7.2 جرام لكل سنتيمتر مربع. احنا عندنا العين بتساوي 2 ط نق نون على 60، من القانون ده نطلع النون طرفين في وسطين، يبقى النون هتساوي 60 في عين على 2 ط نق. هنسمي المعادلة دي رقم 1 علشان ما عندناش العين. القاف بتساوي واو على دال في عين تربيع على نق، نطلع من القانون ده العين، يبقى العين تربيع بتساوي قاف في دال في نق على واو. هنسمي المعادلة دي رقم 2 علشان ما عندناش الواو. الواو اللي هو الوزن بيساوي الحجم في الكثافة على 1000، فهتساوي الحجم ب 21.15 في الكثافة ب 7.2 على 1000، هتساوي 22.68 من 100 كيلو جرام. هنرجع للمعادلة رقم 2 عشان نجيب العين. العين تربيع بتساوي القاف ب 762.3 في الدال ب 9.8 في النق ب 72 من 100 على الواو لسه جايبينها ب 22.68 من 100، فهتساوي 237.16 من 100. طبعا دي العين تربيع، احنا عايزين العين فهنجيب جذرها، يبقى العين هتساوي جذر 237.16 من 100 هتساوي 15.4 متر على الثانية. جبنا العين، نرجع للمعادلة رقم 1 نجيب النون. النون بتساوي 60 في عين ب 15.4 على 2 في ط ب 22 على 7 في نق ب 72 من 100 هتساوي 204 لفة لكل دقيقة. مثال رقم 4، ثلاثة أجسام أوزانها واو 1 وواو 2 و6 سكل كيلو جرام. يبقى الواو 1 مجهولة والواو 2 مجهولة والواو بتساوي 6 سكل كيلو جرام، دارت حول محوره على أنصاف أقطار هي على الترتيب 8-15-10 سنتيمتر. يبقى كده أنصاف الأقطار نق 1 بتساوي 8، نق 2 بتساوي 15، ونق بتساوي 10. فإذا علم أن هذه الأجسام متزنة ديناميكيا وأنصاف الأقطار في مستوى واحد والجسمين واو 1 وواو 2 يقابلان الجسم الثالث ويقعان على جانبيه ويبعد عن خط تأثيره مسافة 18 و12 سنتيمتر على التوالي، يعني المسافة بين الجسم الأول والتاني 12 سنتي وبين الأول والتالت 18 سنتي، يعني اللام بتساوي 18 سنتي واللام 2 بنجمع ال 12 وال 18 فهتطلع 30 سنتيمتر. فيوجد وزن كل من الجسمين واو 1 وواو 2. احنا عندنا الواو 2 في نق 2 في لام 2 بتساوي واو في نق في لام، منها اجيب الواو 2، يبقى الواو 2 هتساوي واو في نق في لام على نق 2 في لام 2. هعمل تعويض مباشر، الواو بتساوي 6 في نق ب 10 في لام ب 18 على نق 2 ب 15 في لام 2 ب 30، فهتساوي 2.4 كيلو جرام. القانون الثاني، واو 1 في نق 1 بتساوي واو في نق ناقص واو 2 في نق 2،
منها اطلع الواو واحد، فالواو واحد هتساوي واو في نق ناقص واو اتنين في نق اتنين على نق واحد. هنعمل تعويض مباشر، يبقى هتساوي واو بستة في نق بعشرة ناقص واو اتنين باتنين واربعة من عشرة في نق اتنين بخمستاشر على نق واحد بتمانية. هنعملها بالآلة فهتطلع بتساوي 3 كيلو جرام. وبكده أكون خلصت الدرس الثامن والأخير، الاتزان الديناميكي. أتمنى تكونوا استفدتم.